يلا بدك شيء؟ سلامتك يا برو. يلا بدكم شيء جايز؟ الله معك خواجة كريم. الله معك. سلم لي على الوالد أماني. وصل. سلم لي على الشريف. وصل. أهلا بالشباب مطولين. أهلا أهلا سهلا أهلا سهلا. أنا جيه بلش لي بالتنظيف لأنه بقاش بكير. أيوة جيه. شو؟ طلعت لقيت الباب السيارة مضروب. هي سيارة يا كريم؟ لك سيارة بيي. من أي متى أنت بتاخذ سيارة بيك يا كريم؟ ما أخذتها سرقتها. أشو؟ يا الله شو بدي أعمل هلا؟ روق روق يا كريم روق طول بالك طول بالك هلا محلولي محلولي أنا محل لك إياها. هلا بنحكي لمعلم مسعود. مين مسعود؟ مسعود مسعود صاحب أكبر بورة كسر سيارات بلبنان وبالعالم كله. اكيد هذا بيلتقى عنده شي باب مثل باب سياره بيك بنركبه الليله وبيمشي الحال. طيب مين وين بصير مسعود؟ انه بعيد من هون؟ لا قريب كتير فشخه. معلم مسعود. نعم خواجه وجيه. شفت كيف عمل مسعود؟ ليك بدي اطلب منك خدمه اذا ما في ازعاج. تفضل. ليك خواجه مسعود. الخواجه كريم بتعرف بيكون ابن شريكي بهذا الباب وبتعرف طوش الشباب سارق سيارة بيو طلع لبرا المسكين لقى انه مضروب الباب الوراني. بقى في مجال يا معلم مسعود نروح لعندك على البورة نشوف لنا شي باب مثل الباب المضروب ونركبه الليلة. تكرم خواجة وجيه. ولك اذا انت بتعرف ما بعملها لحدا بس انت عزيز عقلبنا. ولك انت الصديق الصدوق. ولك يا معلم مسعود هيدي الخدمة ما رح انسالك اياها ما حيي. تفضل فرجينا السيارة. يلا فرجي السيارة يا كريم بسرعة. يلا الله يخليك يا معلم مسعود. شو قولك خيي بيمشي الحال؟ ان شاء الله يمشي الحال يا العزيز. ولازم يمشي الحال لانه اذا ما مشي الحال اكيد فادي رح يمشي دولي بالسيارة على كريم. المسكين. رح وصلوا وصلوا شباب. شو يا خواجة مسعود شو؟ مش الحال؟ مش الحال عن جد؟ ايه يا حبيب القلب يعني في باب مثله؟ معلوم بزيت اللون. ياه كتير منيح زيت اللون يعني محلولة. يا حبيب القلب على بوسك يا معلم مسعود يعني انحلت. بتكلف 400 دولار. اشو؟ مش كتير 400 دولار يا معلم مسعود؟ اذا كتير بلاها. اه مثل ما بدك مثل ما بدك يا معلم مسعود اذا كتير بلاها. لك لحظة 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 قدي قدي يا عمي يا الله يا يا دعان ما جمعنا من بي. تفضل هو 400 دولار. يلا نص ساعة ساعة بيكون الباب راكب. الله يخلي لنا اياك يا معلم مسعود. الله الله يا دعان ما جمعت مصاري. ليك يا كريم ليك المال اللي بيجي هيك بيروح هيك. اولاد يا اولاد كريم يا ولاد عشلوا تعوا عشلوا يا بني عشلوا وينكم وينك يا كريم وينك فيك قدي لشهر سريع عجيب يا كريم عجيب كعو كعو بني كعو لك عجيب عجيب يا كريم عجيب عجيب يا بني شو فيه صلوا معي صلوا يا بني صلوا يا بني شو فيه يا فادي عجيب عجيب كريم امبارح كان عندي محكمة على الساعة 3 دورت سيارتي ونزلت بالاوتوستراد انا وماشي حاجة تصير هيك لحالنا فوق بعضها بيجي واحد معمي على قلبه وبفوت في على الباب الوضعي بيعمل في حادث بهزني هز بنزل بتطلع بلاقي الباب مكسر انطحبش هلا بنزل بدي دور سيارتي وروح فيها على الشغل بلاقي الباب ما بشي الباب مش مفعوش الباب مش مكسر عشان يا كريم صلي بيت علي هلا علي